احنا مدير الصحه، مدير الصحه ومدير التربيه، راح اسالكم قدام اعضاء المجلس، انتم صفوفكم الصفوف مالتكم كامله مال الرواتب؟ شغل الثالث والرابع والخامس؟ لا، هسه مال الثالث الخامس كان عندكم بالميزان خطأ لحد ما يعالجون، نعم، لكن نقول مو الراتبين، راتب واحد، راتب واحد. انت كملت؟ نعم استاذ. ايمت كملت؟ الثالث كامل استاذ. ايمت كمل؟ على وجه التحديد يوم الخميس. يوم الخميس يعني اول البارحه؟ اول البارحه. انت اول تربيه؟ لا يحدد عن ثلاثة المعارفة وثلاثة الحضور، لحد الآن الصيف، لحد الآن في وزارة المالية، ونروح تمسكهم اليوم وغد. إخوان أعضاء المجلس تكونون على بين لك. بلغتوني وزارة المالية عفوا. بلغتوني اثنيناتكم. نعم. قلتوا البنوك تريد استقطاعات. صار النقاش. قلت لكم احنا موظفين، خاصة موظفين الصحة، السابق انسرق لهم راتبين وحاليا انسرق لهم راتبين. خلينا نبحث عن طريقة ما نتعامل مع صيرفة، لكن في طريقة بعيدة عن الاستقطاع. الآلية اللي أنت متفق عليها اشرح يعني ما توصلت له أنت من ما. نعم سارة. بالنسبة للرواتب الشهر الثالث، رفعنا كتاب لوزارة الصحة أنه يخاطبون المالية يعطونا تمويل للشهر الثالث من وزارة الصحة. كملنا الكتاب، مرينا على المالية أستاذ، على مود يعطونا تمويل من الشهر الثالث. كان عندنا خطأ بالميزان، لكن وعدناهم أنه عن طريق اللجنة المحاسبين اللي أخذناهم على بغداد مع لجنة مع وزارة المالية يصلحون هذا الميزان خلال الفترة القادمة، خلال أسبوع إن شاء الله، ووافقوا على أن يصرفونا ما الثالث، لأنه ظروفنا الحين إكمال الميزان الرابع. نعم. إيش قد يطول هذا؟ والله إن شاء الله أسبوع زمان. وفق ما كان معمول به اللجان اللي سويتها أنا للرواتب السابقة. نعم. كان بها خلل؟ لا. على نفس النظام تمشون، تنطي نسخة لأعضاء المجلس لغرض الإشراف. بنك التي آي. نعم. أنا الجريمة إنه خمس أشهر رواتبه نازح، أبو الإيجار يريد منه، أبو الدكان يريد منه، عليه التزامات، عليه علاجات، هذه إحنا نحس فيها نتيجة خطأ ارتكب نتحمله إحنا. في حين احنا اللي سويناه تابعنا لحد ما خلينا ايدنا على بقيه الرواتب اللي رد اللي سرقت، تم وضع عليه بالتنسيق مع كل الدوائر اللي ذكرتها، والشكر والتقدير المفتش لوزارة الماليه، شكرنا وتقديرنا للقضاة النزاهه وموظفين النزاهه وجهاز المخابرات والامن الوطني والقنصل الاردني والقائم بالاعمال الاردنيه والشخصيات اللي موجوده بالاردن من شيوخ عشائر وبيوتات موصليه كانت متابعه لهذا الامر. بعد ما يتحمل يعني الموظفين حقهم، يعني الشهر الخامس ماكو راتب، وارجع والله قصر البنك، تروح اشتكي بالمحكمه تاخذ غرامات من البنك، هذه هم ما تجيب نتيجه. يعني شو راح اقنع الموظف المضمن لو الدكتور يقول والله البنك قصر وراح اشتكي بالمحكمه؟ ها؟ لكن انا لحد هاي اللحظه احنا نتكلم عن رواتب غير كامله، صكوك ما جاهزه، عندنا خلل في العمل الاداري استاذ. انا لا يزعل مني مدير التربيه قاعد ودخلها في قالب اخر، عندنا خلل، والخلل مشخص. محاسب واحد في بغداد، وهذا الكلام تكلمت فيه قبل 10 ايام. ما يلحق ينجز، محاسبينا قاعدين. يا مدير التربيه انا اوجه للسؤال، عنده معاونين اثنين وعنده مدير حسابات وهو موجود، هل كلف احد في متابعه الموضوع تاركينها؟ يعني اكو مساله فوق صلاحيات المدير العام، انه اذا الوزيرة الصحه مشعره الماليه انه لابد انه تفتحوا حساب مالي، هذا يجب ان تتدخل جنابك مع رئيس الوزراء وتلغي هذا الاتفاق، لانه يعني هذا راح يضر المصلحه العامه، مو مصلحه الناس. ايش قد تطول المده هاي مال المخاطرات؟
والاستاذ هو المخاطبات من فتح حساب الجاري في اي بنك ياخذ اشهر، لكن وجودي في بغداد وما رجعت حسب توجيهاتك اختصرناها في اسبوعين الحمد لله. الوقت الاستلام والفئات هي افتراضيه، قد يسلم منخش صحيح، لكن النسبه مع الجهان هي نسبه فعليه، نسبه فعليه. فبالتالي يعني انا قاعد اشوف انه الان في هذا الشهر بالذات، في هذا الشهر بالذات اميل الى هسه على اللحظه الى التبرئه. ليش؟ لانه الوقت والفئات احنا عم نفترض انه راح يسلمنا نعم، وعم نفترض انه راح ياخر الوقت، عم نفترض محايسات. انا في قناعتي يسلم الموظف لانه سمعه المحافظ وسمعه المجلس على المحك في هذا الموضوع. الاستقطاع من الموظف اخطر من تاخير الوقت، نضحي في تاخير الوقت للاستلام. هو مثل ما تفضل استاذ حسن افتراضيه، لكن هو ما انطانا اصلا وقت، هو انطاك وقت وزاد قال لك جيت الوقت ايضا افتراضيه. يعني هو قد يكون شهر شهرين بعدين نتوسل يابا نطول 250 الف مثل ما تسوي للداخل. قضية ال 140 مليون صحيح هذه أرباح هذا البنك، بس هاي أرباح هذا البنك احنا نطالب الضمان وصول المبالغ، ثم ال 140 مليون إخواني راح تقسم، ما راح تقتطع من موظف واحد، توزع على الجميع فتصبح النسبة قليلة. يعني أنا راتبي مليون أقطع من 20,000، شو المشكلة بالموضوع؟ مدير التربية احنا نمر بأزمة، والأزمة رواتب التربية لازم تصل، رواتب الصحة لازم تصل. احنا ما نجي ندخل بتجربه ناجحه 70%، احنا ندخل بتجربه انه يصل الراتب 100% كان اطمئن. ما نجي ندخل واحد يجي وراسه تمدد على ظهره وتلقاه مفلس، وشهر يجر شهر فوق ما باقت رواتبهم المقاريد قبل، رواتب انسرقت، يرجع انه بالاخر انا تمدد على ظهره والله جاي يشتغل بيهن، وينتظرون هاي اطفال عوائل دكان ايجار مرض علاج، هاي مو حل. احنا نجي على حل المضمون. استاذ حقيقه من كثر النقاش اتصور وصلنا احنا واضحه الصوره امامنا، نحتاج لنا قرار. جنابك تتصل الان مثل ما قلت بوزيره الصحه، تتصل بوزير الماليه تهينا الموضوع، القرار يبقى احنا نتخذه، الاخوان التنفيذيين ويانا راح يكونون ونخلص من قضيه الرواتب، ان تصل للموظف القرار هذا يكون نتخذه بعد. يعني من اصول كثر الكلام هذا، احس بانه هؤلاء يكونوا ممنونين لو ينقطع نسبه، يعني تكون موجوده هذه النسبه اللي يتكلمون عنها في مصرف جهاد، لكن راح يصل المبلغ اليهم. يعني انا رايي اظن رايي لراي الاخوان، يعني يكون شيء مضمون، يصل الراتب ما ننتظر نفس الشيء تحصل لنا نفس الكارثه، حتى لو يتاخر راح يعني يسوي لنا مشاكل. الناس هسه مجبوره وممنونه بانه يستقطع نسبه منها، لانه راح يقارن بين اذا هو راح لبغداد اخذ راتب وش قد راح يصرف. الموظف ما ينتظر مسؤوليه فلان ولا علان ولا المحافظ ولا وزير ولا اي واحد. الموظف يريد راتب، وليه قدام اي عذر ما يقبل بي، ولو كنت موظف انا نفس الحاله، انا ما اقبل بعذر، انا هذا حقي وحق عائلتي وحق اطفالي. اليوم خمس اشهر انا ما باخذ راتب بسبب اخطاء رؤساء الدوائر، اخطاء ترجع نتائجها عكسيه على الحكومه المحليه وعلى المحافظ تحديدا، فهاي الاخطاء انا ما اقبل بيها. موظف حقه مو شهر، خمس اشهر وما باخذ راتب، زين ما واحد منا يكون بمكانه، زين شو يسوي؟ يعني فوق مصيبه الله نزوحه وهذا الميدان نرجع والله الراتب جاي نتاجر بيه. انا الاعذار لا تودي ولا تجيب عندي، انا اريد الراتب يصل. ليه قدام دكتور احمد؟ اذا تنطيني ضمان تقول لي هذا تي بي اي ثلاث ايام ينطيني الفلوس اقول لك موافقين. والله استاذ ماكو اي ضمان معاهم، انا وضحت لكم الامور، وهذه المكالمه كانت مع استاذ اياد ووكيل مدير بنك تي بي اي البنك العراقي للتجاره، وضحت الامور كامله. انا كشخص زين، وزيره الصحه شنو رايها؟
وزيرة الصحة أنت بينت لهم مشكلتنا احنا؟ طبعاً طبعاً أستاذ اجتماعنا معها بين المشكلة وهي قالت بعد نمشي راح نمشي على السياقات والتعليمات الوزارية الصادرة من وزارة الصحة ووزارة المالية.